أعزائي المشاهدين، أهلا ومرحبا بكم مرة أخرى مع في برنامجكم أسئلة عن الإيمان. أعزائي، في هذه المرة لا يسعني إلا أن أذكر ما قاله النبي داود عليه السلام: عينا الرب نحو الصديقين وأذناه إلى صراخهم. صلاتي وطلبتي وتضرعاتي في هذه المرة أنه يا رب أنر بوجهك علينا وأعنا أن نعرف الحق، لأن نعلم أنك أنت كلي القدرة وكلي المعرفة وكلي الوجود. ونرحب أيضا في وجود جناب القمص معنا، جناب القمص زكريا، شكرا لوجودك معنا في هذه الفرصة. ولنا أسئلة كثيرة استلمناها في هذه المرة، ستكون هذه آخر حلقة نكمل فيها موضوع الناسخ والمنسوخ. والسؤال الذي أكثر سؤال تردد في هذه المرة: ما هي خطورة الناسخ والمنسوخ على القرآن والإسلام أيضا؟ أنا أعتقد أن ده بيت القصيد يعني. نعم. لأن أنا تقابلت مع أحباء كثيرين من المسلمين وفتحت معهم حوار حول هذا الموضوع، فكانت الاستجابة بتاعتهم باردة. يقول لك ده موضوع تافه، ما يعملوش قيمة في الإسلام ولا في القرآن. تافه إزاي؟ أنا شخصيا من وجهة نظري شايف إن ده موضوع خطير. نعم. خطير للغاية. وعلى الأقل عندي خمس خطورات لهذا الموضوع على القرآن وعلى الإسلام. نعم. الخطورة الأولى تعارض فكرة النسخ والتبديل والتغيير مع علم الله السابق. الله عنده علم. نعم. بالأمور قبل ما تحصل. طب لما يبقى ربنا عمال يغير في كلامه كل شوية، طب هو ما كانش عارف الأمور راح تنتهي لإيه ويديها ويقولها؟ فكون إن احنا نقول لربنا كل شوية يغير كلامه وكل شوية ينسخ اللي فات وحيجيب الجاي، يبقى ده يعني حاشا لله، يعني طعن في صفة من صفات الله العظمى، وهي انه ايه؟ مطلق المعرفة. نعم. اخبر حضرتك، يقول لك ايه؟ يقول لك لا، ما هو ده بالتدرج عشان خاطر الناس تدريج. ناس تدريج؟ الله بيعطي الكمال والانسان يوصل خطوة خطوة. نعم. لكن الله بيعطي قاعدة الكمال، مشرع شريعة الكمال. أما كل إنسان يوصل للكمال بالتدريج حريته، لكن الله ما يقعدش يقول كده، يقول لك لا 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 دي غلط، لا دي نسخناها امبارح، لا هندي أحسن منها. الكلام نفسه في خطورة كبيرة على النقطة الأولانية دي. الحاجة التانية أو الخطورة التانية اللي ينبغي أن احنا ناخد بالنا منها، تعارض الناسخ والمنسوخ مع آية مهمة جدا في القرآن، وهي سورة الحجر آية رقم 9. نعم. اللي بتقول إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. طيب لما هو حافظ الذكر إزاي يتنسى منه حاجات؟ وياريت بس يتنسى، ده بينسيها. الله، هو بيحفظها ولا بينسيها؟ وما ننسخ من آية أو ننسها، ينسخ يعني يبطلها، طب فين حفظها؟ ننسها، الله، طب فين حفظها؟ فالموضوع ما هوش بالبساطة اللي الإنسان المسلم عشان يريح ضميره يقولك ده موضوع تافه، ده مش هيأثر. مش هيأثر في ايه؟ ده مأثر في عمق الإيمان. نعم. إيمان بالله، إيمان بصفات الله، إيمان بمعرفة الله، إيمان بقدرة الله إن هو يحفظ كلامه وما يضيعش ولا يتنسيش.
يبقى إذن الأخ اللي بيقول لي إن ده موضوع تافه، واحدة من اتنين، يا إما إن هو بيخدر ضميره، يا إما إن هو عارف الخطورة بس مش عايز يبان قدامي إنه مهزوز أو إن في خطورة. ولو كان هو بيخدر ضميره تبقى دي مصيبة. أنا أذكر آية تقول هلك شعبي لعدم المعرفة. أيوة. نعم. ولو كان هو بيضحك على الناس بهذه الموضوع ما بقتش المصيبة مصيبة، بقت فاجعة. نعم. أخبر حضرتك. نعم. يبقى إذن الخطورة الأولى طعن في صفات الله، خاصة صفة علم الله المطلق. علم الله المطلق. نعم. والخطورة الثانية اللي قلناها أنه ضد قدرة الله أنه يحفظ كلامه، وهو كلي القدرة سبحانه وتعالى. وهو كلي القدرة. نعم. شوف براحتك. طيب نيجي للخطورة الثالثة، والحقيقة الحتة دي عجبتني قوي قوي، من أستاذ دكتور اسمه الأستاذ الدكتور عبد الفتاح محمود إدريس. الرجل ده كاتب مقال عن النسخ في موقع الأزهر على الإنترنت، فبيقول فيه بالنص الواحد، بيقول خطورة أخرى بالغة، يقول إن من أوصاف القرآن، من أوصاف القرآن، نعم، آية كتاب أحكمت آياته، والإحكام ينافي النسخ، عكس النسخ، ده هو كلام الراجل، والإحكام ينافي النسخ وينافي ما قد يقع في الوهم منافيا لجلال الله من تردد أو ارتياب، نعم، فيما يحكم به. يبقى أحكمت آياته، قرآن أحكمت آياته، يبقى ما هيش بتتغير. هل هذه المقالة موجودة الآن؟ يعني لو أنا أردت أنه أتحقق من كلام جنابك الآن ممكن أشوفه بعيني؟ المشاهد هو قاعد قدام التلفزيون دلوقتي، نعم، وهو قدامه الكمبيوتر، نعم، يكتب، يطلع الانترنت واكسبلورر ويكتب www.alazhar.com، يعني في موقع على الانترنت، موقع الازهر نفسه طلع، وهذه المقالة موجودة. بس في موقعين في الازهر، نعم، في الازهر HAR، ده موقع ليس له علاقة في الازهر، نعم، لا هو له علاقة بالازهر بس من ناحية المبانيه ومش عارف ايه وبتاع، نعم، ده حاجات، نعم، يعني، لكن الازهر HR على طول الازهر، نعم. شكرا لهذا التوضيح. في باب مفاهيم اسلامية، نعم، وبعدين يكتب في السيرش النسخ، نعم، هيطلع له مقال هذا الرجل ويشوف الكلام ده، نعم. يبقى دول ثلاث أنواع من الخطورات البالغة. فضل كمان خطورتين، نعم. الخطورة الرابعة اللي أنا عايز أوجه النظر إليها، اللوح المحفوظ، نعم. يعني اللوح المحفوظ اللي من الأزل كتاب مبين في لوح إيه؟ محفوظ. محفوظ. اللوح المحفوظ ده فيه الناسخ ولا فيه المنسوخ؟ ولا يجمع بين الاثنين؟ يعني ربنا منذ الأزل واللوح المحفوظ منذ الأزل، نعم، فيه الاثنين ولا فيه واحد؟ تعددت الآراء، ما أنا عمال أعمل أبحاث ودراسات، نعم، لأن ده حوار، لأن أنا بحترم العقل. وكلامك يتنافى أو ينفي موضوع النسخ، اللوح المحفوظ، نعم، يعني في النسخ، نعم. بص حضرتك، يقول القرطبي في تفسير سورة الرعد آية 39، يمحو الله ما يشاء وعنده أم الكتاب، نعم، يمحو وعنده أم الكتاب، فبيفسرها القرطبي بيقول أم الكتاب هو اللوح المحفوظ، نعم،
وبيضيف بقى الحتة اللي جاية دي، الذي لا يبدل ولا يغير. يبقى النسخة حصل في ايه بقى؟ لما اللوح المحفوظ لا يبدل ولا يغير، اللوح المحفوظ ده بتاع ربنا. مش هما بيقولوا ان ده بتاع ربنا؟ نعم. طب لا يبدل ولا يغير، يبقى اللي كان بيتبدل ويتغير ده ايه بقى؟ علامة استفهام كبيرة قوي. ويلزمنا ولا ما يلزمناش؟ يلزم المسلم ولا ما يلزموش؟ نعم. مشكلة، مشكلة خطيرة، سؤال خطير جدا، خطير. تاني واحد تاني غيره. هو نفسه القرطبي يكمل ويقول ايه؟ وقد قيل انه يجري فيه التبديل، يعني لا يبدل ويجري فيه التبديل. ما ترسونا على حال، مشكلة الكتب الإسلامية عزيزي ان يقول لك الرأي والرأي المضاد، وبعدين ينهي لك الكلام ويقول لك ايه؟ الله أعلم. الله، طب احنا عارفين الله أعلم، احنا عايزين كلام من عند ربنا. نعم. خد بحضرتك. نعم. فدي قضية ومشكلة. بص عزيزي، الطبري وهو شيخ المفسرين في تفسيره لنفس الآية يقول الكتاب كتابان، كتاب يمحو الله منه ما يشاء ويثبت، والكتاب الثاني أم الكتاب. شفت التبريرات والتخريجات بتوقع في أخطاء. يعني ربنا عنده نسختين، نسخة قديمة ونسخة معدلة، يعني هيخلوا الناس تتكلم كلام مش معقول؟ يعني الموضوع خطير. وهل له حل؟ دي مشكلة. نعم. آخر خطورة، يعني احنا قلنا دلوقتي أربع خطورات. نعم. خطورة تتعارض مع علم الله. نعم. المطلق. خطورة تتعارض مع قدرة الله المطلقة. نعم. خطورة تتعارض مع ايه تاني؟ لسه إلى دلوقتي انت ذكرت عن ان كتاب احكمت اياته. احكمت اياته، الاحكام. لا ده مش احكام بقى. ثم اللوح المحفوظ. خامسا بقى، اصطدام هذه الآية بتاعت ينسخ وينسي مع أخطر آية في هذا الموضوع. أخطر آية في هذا الموضوع. الآية دي موجودة في سورة النساء آية 82. بتقول تحدي، لو كان من عند الله، من عند غير الله، لو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. كثيرا. لو كان من عند، شوف شوف، فعل شرط وجواب شرط. فعل الشرط ان كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا، جواب الشرط لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. نعم. طيب احنا دلوقتي بشهادة العلماء بتوع علم الناسخ والمنسوخ لقينا 71 آية، 71 سورة فيها اختلاف. ال 71 سورة بتمثل 62.28% من القرآن. 62%، 62% وأكثر فيها اختلافات. فيها اختلافات. ألا يعتبر هذا اختلاف كبير وكثير؟ اختلاف كبير وكثير. فأدي جواب الشرط. إذن السؤال الذي يطرح نفسه بشدة على كل عقل مفكر ويحترم عقله، فعل الشرط ايه رأيه؟ نعم. جواب الشرط عندنا نعم، هناك اختلافات كثيرة بشهادة علماء الناسخ والمنسوخ. فإذا كانت هناك اختلافات كثيرة، يبقى إذن الكتاب ده ايه؟ أنا أتركها لذكاء المشاهد عشان خاطره يجيب، حتى لا يقال أننا نطعن في معتقدات الناس، لكن كل اللي بنبغيه ان الانسان يفكر ويحط ويعرف بيحط رجله على الصخر ولا لا. سيد المسيح قال حاجه جميله قوي. قال اشبه الذي يسمع كلامي ويعمل به
بإنسان بنى بيته على الصخر. لطيف. على الصخر. متين. نعم. ثابت. تأتي العواصف والرياح والأمواج وهو ثابت. الإنسان اللي بيبني بيته على الرمل من أول شوية هوا يقلبوه. سؤالي لأحباء المسلمين، بتبني إيمانك على أي أساس؟ أساس ثابت ولا أساس مزعزع؟ وبعدين دي حياة عزيزي الفاضل. نعم. وهذا الحديث أقوله لأحباء المشاهدين، حياة الإنسان أثمن من أي شيء في الوجود. نعم. يعني يقول الكتاب عندنا يقول إيه؟ ماذا ينتفع الإنسان لو ربح العالم كله وخسر نفسه؟ نعم. نفس غالية وثمينة. يعني الواحد هيروح فين بعد ما يموت؟ هيروح فين؟ يعرف مكان؟ هيروح في حاجة على غير يقينية؟ يا ترى كده ولا كده؟ وقيل وقيل وقيل. تقول وكأنك تعلم إلى أين تذهب بعد الموت. السيد المسيح رسم لنا طريق الخلاص والحياة الأبدية. نعم. وبرحمة الله وبنعمة المسيح. نعم. يكون لنا حياة أبدية، وإلا لازمة وجود المسيح إيه؟ مش كده برضه؟ نعم. فعشان كده اللي أنا أقوله لأحباء المسلمين، نداء أقوله أخيرا لإخوان المسلمين بعد هذا الشرح الطويل لقضية الناسخ والمنسوخ، وهي من أخطر المواضيع في الإسلام ولا ينبغي تجاهلها. والواحد يعمل زي النعامة، يحط راسه في الرمل وكأن ما فيش مشاكل لحد ما يأتي الصياد والخطر الداهم. ألا يتفضل أحد علماء الدين الإسلامي من توضيح هذه الإشكاليات الخطيرة اللي قالت عليها مجلة الأسبوع القاهرية أن القرآن يناقض بعضه بعضا؟ ده اللي استشفته من مناقشة موضوع الناسخ والمنسوخ وعلقت عليه. إن القرآن يناقض بعضه بعضا وينسف مضامينه وأصوله من أساسها. من قال هذا؟ عمرو ناصف في مجلة الأسبوع القاهرية، صدرت في 19 يناير 2004 نتيجة لمشاهدته البرنامج الأول لبرنامج الحياة. فقال إن خلاصة مناقشة موضوع النسخ والمنسوخ بيؤدي إلى أن القرآن يفيد أن القرآن يناقض بعضه بعضا وينسف مضامينه وأصوله من أساسها. أنا بصلي إن ربنا يعطي انفتاح للأذهان وتغيير واستنارة في القلوب عشان الإنسان يعرف الحق، والحق أثمن من كل شيء. نعم. والسيد المسيح قال كده، وتعرفون الحق والحق يحرركم. فطلبتي من أعماق قلبي إلى أحباء المسلمين إنهم يفكروا من أجل خلاص أنفسهم، من أجل حياتهم الأبدية، لينالوا حياة وينالوا حياة أفضل. يفتشوا الكتب التي تظنون أن لكم فيها حياة أبدية. يفتش يعني شخصية المسيح في الكتاب في القرآن، أظن الأوصاف اللي اتقالت فيه ما اتقالتش لحد تاني. نعم. يتعرف على شخص المسيح من واقع القرآن، شوف صفاته وشوف حياته. يخلق من الطين طيرا، يشفي الأكمه والأبرص ويقيم الموتى. بشهادتهم ليس مكانه في مقبرة على الأرض. نعم. ولكن رفعه الله. حتة ان هو صلب ولا ما صلبش وشبه له ما شبهش، موضوعنا قتلناه بحثا في البرنامج الأول. نعم. لكن على الأقل موضعه فين؟ نعم. وموضع غيره فين؟ فيبقى الإنسان يتبع مين؟ عشان خاطر ينور له عينيه ويعرفه وياخده حيث هو. نعم. أنا نفسي
يكون برنامجك يتسع ان احنا نرفع صلاه وطلبه لاجل احباء المسلمين في اي وقت. بس قبل ما تنهي البرنامج بحب ارفع صلاه وطلبه لاجل اخوتي المشاهدين لهذه الحلقات. نعم. نشكر جنابك لهذه الافكار والحقائق التي قد تغير جذور ومعرفة كثيرة عند الكثيرين. أمين. وصلاتي إلى الله أن يظهر الحق. أمين. لأن كل إنسان يطلب الله، الله هو إله محب ويحب خليقته. أمين. لأنه هي أعز خليقة أكرمها الله هو الإنسان. تمام. فأتفق معك مع هذا، ونرفع صلاتنا معا إلى الله. قدامنا وقت كتير نصلي عشان خاطر ولا تتح لي قد ايه معنا وقت. معنا لسه لازال معنا خمس دقائق وثم نكمل لو اوكي. نعم. بسم الله والابن والروح القدس الاله الواحد امين. يا من احببت البشريه وقلت محبه ابديه احببتك، من اجل ذلك ادمت لك الرحمه. ويا من عينك علينا من أول السنة إلى آخرها، يا من تريد أن الجميع يخلصون وإلى معرفة الحق يقبلون، يا من تفتح لنا أحضانك وتعلن لنا حنانك، لما أي إنسان يأتي إليك ويتوب تغفر له كل الذنوب. أسألك يا إلهي في هذا البرنامج إن كل اللي بيشاهدوه يتلمسوا معاك. إلمس أنت القلوب يا رب، عرف الكل طريقك يا سيدنا، متع الكل بخلاصك وبنعمتك، فتح عيون الجميع، إلمس القلوب فتلتهب حبا لشخصك. يا من أحببتنا فضلا، ما كناش نستاهل أي محبة من أجل خطايانا، لكنك أحببتنا فضلا وأدمت لنا الرحمة. بركة يا سيد لكل نفس مشاهدة وسامعة حتى تتعرف عليك، واشرق بنور معرفتك في كل القلوب ليتمجد اسمك ولتنال كل النفوس بركة وخلاصا. واذكر كل الذين لهم تعب في هذا البرنامج، عوضهم بكل بركة روحية. لك كل مجد وكرامة من الآن وإلى أبد الدهور كلها. آمين. آمين. أعزائي المشاهدين، لا يسعنا في هذا الوقت إلا أن نقول: وتعرفون الحق والحق يحرركم. هذه صلاة أصليها أنا في هذا الوقت. لقد طلبت إلى الله منذ سنوات طويلة، وذهبت إلى مكة وجلست عند أقدام الكعبة وقلت له: يا رب، يا الله، أنت الحق وأنا أريد أن أعرفك. وفعلا أحبائي، الله سبحانه وتعالى كلم قلبي بالروح القدس وكلم فكري وعرفني إلى الحق. صلاتي في هذا الوقت، إن لم تكن تعرف الأجوبة على أسئلة كثيرة قد تسألها، وهذا البرنامج أثار أسئلة كثيرة، أن ترفع قلبك معي الله وتطلب الخلاص من الدينونة ومن الخطيئة التي تفصلك عن الله، لأننا منفصلين عن الله بخطايانا وأموات موتا روحيا. إن أردت أن تتصالح مع الله تكلم إلى الله من القلب. وجناب القمص هنا أيضا نطلب منك أن تعطينا كلمة ختامية. ليس قصدنا هنا التجريح أبدا ولا الانتقاد، لكن أنا أعلم أن قصدك هو قصد الله أن تظهر الحق الكتابي. تفضل. أحباء المشاهدين، سعدنا جدا بهذه الأوقات في اللقاءات، وأرجو أن يكون هذا قد أثار في عقل كل إنسان أن يفحص ويبحث ليتعرف على الحقيقة. اقرأ قرآنك بعمق وبتدقيق وبانفتاح،
اقرأ التفاسير التي تعجبك أيضا بانفتاح. بلاش الحياة اللي هي مجرد أي وهو كده وإحنا مش فاهمين وهي الحكاية كده. الله إدالك عقل يا أخي عشان خاطر تشغله، وحيسألك في الأبدية أنت فكرت إزاي في المواضيع دي، فكرت إزاي في المواضيع دي، وليه ما سألتش، وليه ما عرفتش، وليه ما بحثتش عشان توصل للحقيقة. هذه طلبتي وسؤالي إلى أحبائي، وأنا بشكركم لمتابعتنا في هذه الحلقات، وإلى حلقات جديدة بمشيئة الله. أشكرك جدا. شكرا من أجل جزيلا هذه الاستضافة. شكرا كتير. ومن أجل هذا البرنامج. أعزائي المشاهدين، وفي الختام أردد ما ردده النبي داود: ويفرح جميع المتكلين عليك، إلى الأبد يهتفون وتضللهم، ويبتهج بك محبو اسمك، لأنك أنت تبارك الصديق يا رب كأنه بترس تحيطه بالرضا. تكلمنا في الحلقات الماضية عن النسخ، ولنا لقاءات عديدة أخرى أيضا سنتكلم فيها عن مواضيع أخرى أيضا تتعلق بالدينونة، وتتعلق بالخلاص، وتتعلق بكتابة الاسم، أسماء الناس في سفر الحياة عند الله سبحانه وتعالى. مرة أخرى نرحب بأسئلتكم جميعا، وشكرا لكم، وإلى اللقاء. تكلم